أسباب سرطان القولون عند الرجال والنساء هي مع زيادة السن. كل ما تقدم السن للسيدة أو الراجل، نسبة حدوث سرطان القولون بتبقى أعلى. التاريخ المرضي للعيلة، وجود فرد في العيلة من ناحية الأب أو ناحية الأم مصاب بسرطان القولون، بيخلي الفرد أكثر عرضة لسرطان القولون. في بعض الأمراض زي المتلازمات الموروثة نتيجة لبعض الجينات موجودة تكون سبب لسرطان القولون. بعض العادات الصحية الغذائية الغير سليمة زي تناول الأغذية الغنية بالدهون، الوجبات السريعة اللي احنا للأسف في بعض الأوقات نضطر ليها نتيجة لحياتنا ونمط الحياة السريعة، ده بيزود نسبة حدوث سرطان القولون. الحياة اللي هي بدون حركة كتيرة بتزود نسبة حدوث سرطان القولون. بعض الأمراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي زي الالتهابات القولون أو القولون التقرحي ليه عامل في زيادة نسبة حدوث سرطان القولون.